أهلا بكم من جديد. دعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة متاجر البيع بالتجزئة ومحلات السوبر ماركت بالمملكة للالتزام بالإرشادات التوجيهية الصادرة عن وزارة الصحة، وذلك لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19. عقدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعاً استثنائياً لها عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك لمناقشة جهود الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس في دعم الأسواق المالية بدول المجلس في ظل الظروف الراهنة أو الحالية لتفشي جائحة فيروس كورونا. وقد أكدت لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية أو من يعادلهم بدول المجلس على استمرار الجهات المنظمة للأسواق المالية في رصد ومتابعة التطورات في الأسواق المالية المحلية والعالمية والتواصل بشكل مستمر مع الأسواق أو البورصات لتقييم أداء الأسواق بشكل مستمر لمتابعة تطورات الأزمة واتخاذ ما يلزم بشأنها. عقد مجلس إدارة معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة السيد رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي ورئيس مجلس إدارة المعهد. وقد سلط الاجتماع الضوء على مجمل تطورات سير العمل وإنجازات المعهد التي حققها، مركزا على استراتيجية خدمة القطاع المصرفي والمالي من خلال قيمة وجودة برامج التدريب المقدمة. كما ناقش مجلس الإدارة آخر تطورات سير العمل في المبنى الجديد المزمع الانتهاء من تشييده في خليج البحرين أواخر العام الجاري بمساحة 25,000 متر مربع، حيث من المتوقع أن تنتهي الأعمال الإنشائية في نهاية هذا العام. عقد الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات الدكتور محمد علي بهزاد اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد مع مكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في مملكة البحرين، وذلك للتباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي يعد من أهمها تطبيق مبادرة أفضلية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية ومزايدات المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية. وأشاد رئيس مكتب اليونيدو لترويج الاستثمار والتكنولوجيا في البحرين الدكتور هاشم حسين بقرار مجلس الوزراء بشأن تخصيص حصة نسبتها 20% من المشتريات والمناقصات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أهمية هذه المبادرة في دعم المؤسسات وخاصة في ظل الظروف الراهنة والتحديات التي تشهدها قطاعات ريادة الأعمال في العالم.
والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته نقطة مئوية واحدة تقريبا، مغلقا التداولات عند مستوى 1310 نقاط، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,381,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 411,000 دينار تم تنفيذها من خلال 43 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 6,860 نقطة بارتفاع بنسبة 1.61%. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد أغلقت عند مستوى 3,722 نقطة بارتفاع بنسبة 1.26%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3,400 نقطة بارتفاع بنسبة 0.45%. بلغ حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص عبر المصارف العاملة في المملكة العربية السعودية بنهاية الشهر الجاري نحو 1,530 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.7% على أساس سنوي. وبحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص في السعودية سجل أكبر نمو سنوي في نحو 4 أعوام، ومن الملاحظ استمرار نمو الإقراض على أساس سنوي في آخر 4 أشهر بمعدلات تجاوزت 5%، ويعود ذلك إلى النشاط المحقق في القطاع الخاص خلال الربع الأخير من العام الماضي 2019. قال الرئيس اللبناني ميشيل عون خلال اجتماعه مع مجموعة الدعم الدولية التابعة للأمم المتحدة إن بلاده تعاني من انكماش اقتصادي كبير. ودشن لبنان بنهاية الشهر الماضي محادثات إعادة هيكلة رسمية للدين متعهدا بتطبيق خطة تعافي اقتصادي بنهاية السنة، لكن المسؤولين رسموا صورة قاتمة لاحتياطيات آخذة بالتناقض وتضخم بصدد الارتفاع بشدة. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. السوق الرقمية تعرض إلى حالة من التقلبات الحادة خلال الربع الأول من هذا العام. يتوقع أن تشهد فرنسا في العام الحالي أسوأ أزمة ركود اقتصادي منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وذلك وفق ما أعلن وزير الاقتصاد برونو لومير. وقال الوزير خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ إن أسوأ معدل نمو سجلته فرنسا منذ العام 1945 كان في العام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008، وبلغ سالب 2%، وأضاف أنه قد تكون النسبة أدنى بكثير من ذلك خلال العام الحالي.
أظهرت دراسة للاتحاد الأفريقي أن نحو 20 مليون وظيفة في القارة باتت مهددة، إذ من المتوقع أن تنكمش اقتصادات القارة هذا العام بسبب تأثير وباء كورونا، وفقا لما اعتبره باحثو الاتحاد الأفريقي السيناريو الأكثر واقعية في نظرهم. فإن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد أفريقيا بنسبة 0.8%، بينما يتوقع السيناريو المتشائم انكماشا بنسبة 1%. قال رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي إن بلاده ستفرض حالة طوارئ في طوكيو وست مقاطعات أخرى في وقت قريب في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا، وإن الحكومة تعد حزمة تحفيزية بقيمة 990 مليار دولار لتخفيف الضرر الاقتصادي. وقال أبي إنه نظرا لحالة الأزمة الطبية نصحت الحكومة بالاستعداد لإعلان حالة طوارئ. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تعرض السوق الرقمي إلى حالة من التقلبات الحادة خلال الربع الأول من هذا العام وسط تفاقم أزمة انتشار فيروس كورونا الذي يحتل 180 دولة حول العالم حتى الآن. وفي بداية عام 2020 شهدت الأصول المشفرة أفضل بداية لعام جديد منذ عام 2012 بمكاسب قوية، لكن مع نهاية الأشهر الثلاث الماضية فقد السوق الرقمي نحو 9 مليارات دولار من قيمته مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام الماضي وفقا لبيانات موقع كوين ماركت كاب.